الروتين اليومي. مفردات القصة. أغسل، أدخل، أنظف، ألبس، أرتب، أدرس، أمشط، أكوي، أتناول، أشاهد، أحمل، أحمل، أنتظر، أستحم، أعود، أعمل، أشرب، أنام، ألعب، أصحو. One more time. أغسل، أدخل، أنظف، ألبس، أرتب، أدرس، أمشط، أكوي، أتناول، أشاهد، أحمل، أنتظر، أستحم، أعود، أعمل، أشرب، أنام، ألعب، أصحو، أذهب، أذهب، روتين، روتيني. When you suffix ya to the noun, you make it my. روتين، روتيني. يوم، يومي. بيت، بيتي. اسمي، هذا،
و في إلى مع ثم بي الساعة السابعة صباحا وجهي ملابسي فطور غداء عشاء صديقي أسرتي ماء شعري أسناني صابون حقيبتي تلفاز فرشاة معجون مدرسة حافلة صف سريري واجباتي One more time روتين روتيني يوم يومي بيت بيتي صديقي اسمي وجهي أسرتي ماء تلفاز هذا ملابسي شعري و في إلى مع ثم بي الساعة السابعة صباحا فطور غداء عشاء صابون أسناني فرشاة معجون حقيبتي واجباتي مدرسة حافلة صف سريري
Let's start the story. اسمي رابي. وهذا روتيني اليومي. أصحو الساعة 7 صباحاً. أغسل وجهي بالماء والصابون. أغسل وجهي بالماء والصابون. وأنظف أسناني بالفرشاة والمعجون. أنظف أسناني بالفرشاة والمعجون. أرتب سريري. أرتب سريري. أرتدي الملابس. أمشط شعري. وأكوي ملابسي. أتناول الفطور في الصباح. أحمل حقيبة المدرسة. أحمل حقيبة المدرسة. وأنتظر الحافلة. أركب في الحافلة. وأذهب إلى المدرسة. أدخل إلى الصف. أدرس في الصف.
أتناول الغداء في المدرسة. أعود إلى البيت. أعمل واجباتي. أشرب الشاي. ألعب كرة السلة مع صديقي بسام. ثم أشاهد التلفاز. أستحم. أتناول العشاء مع أسرتي. أذهب إلى سريري وأنام. تصبحون على خير.